بقت هتتشال وتتحول للجيش، لان العالم دي ما عادش يلاقي حد يحكم. المفتش بخاف من الكوميس السواق ومن الكومساري، وقاعدين اهم عاملين الصراحه. بس انا بكلمهم دلوقتي اللي احنا مش عاملين اعتراض، احنا كده كده ده دلوقتي التغيير شفت. يا استاذ بيشتغل كام؟ بيدخل كام؟ بيحرق سولر كام؟ كلهم بيغلطوا، كلام غلط كله بيعمل بعضيه. مفيش حاجه اسمها مانيفيستو في اي عالم في الدنيا، مفيش عالم عنده سواه وفيه كومساري. الدنيا كلها انا لفتها، السواه بيشتغل كومساري ماشي. هنا دلوقتي شوف السولر ده اللي بيتحرق اثناء المحطه وطول الليل في الجراج ما بتعملش صيانه. انا واقف بقالي ساعتين، ساعتين والله العظيم ثلاثه، وبقول فين السواق؟ يقول لي فين زهران؟ يقول لي مش شايفين زهران، محدش طالع وبراحتنا هنشتغل، ومش عاجبك اركب ميكروباص، ما ينفعش كده. في سواق رخصه ولا 20 سنه في العالم؟ والله 500 جنيه مرتب. ده الجراج. تكلموا في ايه يا انتوا؟ يا حمار. هلا. بنلف العربيه بنرجع على طول. ليه؟ كله في حاجه بيقول لك لا لازم تنزل على التلفزيون عشان يعترف بيها. التلفزيون اللي واقفه دي مش الدش، ما بيعرفش الدش، اي قناه دش ما بيعرفش ليها، لازم ينزل على القناه الاولى او الثانيه. احنا بنخافين عربيه راجعين داخلين الجراج تاني. ليه؟ لان اللي نزل لو اتكسر انا متحمله، لازم بقى اروح الاسم واخد شهود واعمل لي لفه سوداء انا في غنى عنها. يا اما اشيل 500 600 جنيه حق الازاز، لا انا بدخلها الجراج ها وبتنازل عن اليوم ده. متنازل عنه مش عايز اشتغل فيه. مقابل ان انا مشيش 500 جنيه مرتب، مرتبي كله انا شايفه. يعني هم ما بيعترفوش ان المسيره هي اللي حصلت، ما بيعترفش باي مسار او اي مظاهرات الا اللي نزلت في التلفزيون. طب لو عرف في نفس اليوم ان في مسيره نزلت في التلفزيون وهي كانت السبب في كسر الاتوبيس، هات لي بقى محضر من الاسم ومعاك شهود. ده نظام روتين. هات محضر من الاسم، طب اجيب منين محضر الاسم؟ يعني جت علينا ايام بنروح لاسم مش لاقيين ظباط يعملنا محضر. صح.